والآن ننتقل مشاهدينا إلى محافظة السويس والزميلة درية عاطف. أهلا بك درية، يعني انقلي لنا صورة أكثر من هناك، كيف هي حالة الطقس الآن وكيف هي حركة المرورية في شوارع محافظة السويس الآن؟ تحياتي لك فيروز ولجميع السادة المشاهدين. بالفعل لازلنا نتابع معكم من هنا من محافظة السويس، ولم يختلف المشهد كثيرا عن الصباح، حيث يعني هناك حركة طبيعية في الشوارع، هناك يعني السيارات كما يظهر من خلفي وأيضا المواطنين، أصبح الوضع شبه طبيعي أو طبيعي في الشوارع، وذلك طبعا بالطبع بفضل ما قامت به المحافظة من جهود وأيضا رجال الحماية المدنية لسحب المياه من الشوارع لتكون الحياة لتعود الحياة إلى طبيعتها في الشوارع. يعني أيضا فيروز، يعني نريد أن نؤكد أنه تم فتح طريق القاهرة السويس بالأمس في منتصف الليل بعد أن كان مغلقا منذ بداية هذا الطقس السيء الذي كان في اليومين السابقين، ولكن تم سحب المياه وفتح الطريق بالأمس، كما أنه نشدت الإدارة العامة لمرور المواطنين لتوخي بالطبع الحذر على الطريق، لكنه أصبح آمن لسفر المواطنين سواء للسويس أو للعودة إلى القاهرة. يعني كما ذكرت لك الوضع طبيعي، وأيضا حالة الطقس يعني الجو معتدل منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، وقد أصبح يعني بدأ في الاعتدال منذ الأمس في حقيقة الأمر، وحتى هذه اللحظة يعني نشهد طقس معتدل وحركة طبيعية في الشوارع. يعني كانت هذه كل التفاصيل لدينا فيروز حتى هذه اللحظة، وبالطبع سنوفيكم بكافة التفاصيل على مدار اليوم. إليك الزميلة درية عاطف من محافظة السويس، شكرا جزيلا لك.